طيب خلينا نبدأ في الباندز. حكيت انت الباندا، انا حتيح لك انه انت تطبق عملي، يعني خلينا نشوف الباندا انه هذه المكتبة اللي مهمة جدا في التعامل مع البيانات انت عندك. طيب حكيت الباندا اول خطوة انه انت تعملها انستول امبورت، وانت عندك مع الاناكوندا ما فيش داعي انه انت تعمل الكلام هذا كله لانه اوريدي انت عندك الباندا انستول، بس مجرد انه انت بدك تعملها انستول. كيف الانستول؟ بدك تعمل امبورت بانداز از بي دي زي ما تعودنا، حتى يعني زي ما عندنا نمباي انه احنا نعمل امبورت للنمباي از ان بي، فهنا بنعمل امبورت للبانداز از ان بي. تمام؟ ايش الباندز؟ هي عباره عن داتا تيبل ريبريزنتيشن. تمام؟ فالتيبل بتمثله على شكل داتا فريم. تمام؟ والداتا فريم هذا بيكون مشكل من مجموعة من الصفوف ومجموعة من الأعمدة، هذا صف وهذا عمود. هاجيت زي ما أنت شايف أنت عندك هنا أنت عندك هذا بيمثل أسماء الأعمدة، وهذا بيمثل الاندكس انت عندك، وهذا الكلام هي موضح عندك في هذا السلايد زي ما انت شايف. هي زي ما شفنا في السلايد السابقة، هذا كلها عبارة عن داتا فريم. تمام؟ يبقى هنا هذا الجزء هو عبارة عن الكولوم نيمز زي ما انت شايف، وهذا الجزء هو عبارة عن الرو نيمز. فانت عندك رو نيمز، وهذا بنسميه، هذول الاثنين بنسميهم اندسيز، هذا اندكس وهذا اندكس. وعندك الجزئية هذه اللي هي ممثلها هنا، هذه عبارة عن القيم تبعتك. تمام؟ هكذا احنا لو عملنا سلايسينج للأعمدة أو الصفوف، كل صف أو عمود بشكل منفرد بسميه سيريز. كل صف أو عمود بشكل منفرد بسميه سيريز. فبالتالي لو أخذت عمود هذا زي هيك، بيكون العمود إله هيدر وهي القيم تبعته، أو صف معين بكون في إله يا إندكس معين يا إله اسم معين وهي القيم. أنا عندي بهذا الشكل، هذه بنسميها باندا سيريز. تمام؟ يبقى السيريز هي عبارة عن صف أو عمود، والديتا فريم هي عبارة عن تيبل. معنى ذلك أنه أنا لو جمعت سيريز مع سيريز، إيش الناتج بيكون؟ أنا عندي ديتا فريم. لما تكون انا عندي عمود واحد او صف واحد، ما ينفعش اقول عنها داتا فريم، بتكون عباره عن سيريز. لما اجمع التو سيريز مع بعض، فبالتالي هذا بينتج انه يكون في عندي داتا فريم بهذا الشكل. تمام؟ يبقى باختصار لما تكون في عندي 1 دايمنشن هذا عباره عن سيريز، 2 دايمنشن هي عباره عن داتا فريم. كيف بعرف الداتا فريم؟ بعطي له البيانات تبعتي، الاندكس، الكولومز، الداتا تايبس، والكوبي. تمام؟ خلينا نركز على هدول الباراميترز يعني واحدة واحدة. فبدي انشئ داتا فريم، ببساطة بقول import pandas as bd، وهنا بحكي له انه الداتا بعرفها على شكل ديكشنري، وانت اخذت في البايثون ايش هو الديكشنري. بيكون في عندك الكي هو عبارة عن اسم الكولوم، وهي الفاليوز عبارة عن ليست، بعدين كولوم تاني وهي القيم تبعته. فبالتالي انه لما تقول انه داتا فريم بتساوي بي دي داتا فريم، او دي اف بتساوي بي دي داتا فريم للداتا، راح يطلع انت عندك هذه الداتا فريم بهذا الشكل. تمام؟ هذا كلام لو احنا طبقناه بشكل سريع، ولو انت حابب انه انت تطبق، ممكن انه انت تنشئ نوت بوك واسميه بانداز اي بي واي ان بي، وهنا
هنا تأكد انه انت بتختار الكيرنل، بختار البيز. انا عندي هاي امبورت بانداز اس بي دي، وهنا بعرف ديكشنري داتا بتساوي، بفتح القوس تبع الديكشنري بهذا الشكل. تمام، بكتب العمود الاول على سبيل المثال هيو اسمه ابل، نقطتين والفاليوز عبارة عن ليست، هاي 1 2 3 او 4 على سبيل المثال، كوما. العنصر الثاني اورنج، نقطتين وهي القيم تبعته مثلا على سبيل المثال 9 4 او 3 و 7 بهذا الشكل. فبالتالي هاي البيانات انا عندي، شوف كيف شكلها. تمام، فهنا بدي اعرف داتا فريم بتساوي بي دي دوت داتا فريم، وبعطي له البيانات. شوف لي الداتا فريم هذا، هي دي اف بهذا الشكل، فبطلع انت عندك بهذا الشكل نفس القيم اللي انت عملتها. فبالتالي عندك العمود الاول والعمود الثاني وهي القيم تبعتك بهذا الشكل. تمام. وين هذه؟ اختار الكيرنل هنا عندك البيز. تمام، ظبطت الأمور. كيف نيو فايل؟ هنا بعمل انه نيو فايل زي هيك، وبكتب انها اسم النوت بوك دوت اي بي واي ان بي، اي بي واي ان بي. تمام يا شباب، هنا مش ظابطة الأمور. نعم.
كتير لأنه سيكون ضعيف. تقدر من عند الكاميرا تعرف الداتا زي كتاب المقرر وتعرف الداتا في اوكي. دي داتا فريم في هذا اعطيناها بس الداتا واللي هي عباره عن ديكشنري، ما اعطيناها اسماء اعمده. تمام. عفوا اسماء صفوف. فبالتالي هنا ممكن انه احنا نعيد تعريف الداتا فريم بهذا الشكل. كم صف أنا عندي؟ ثلاث صفوف. فبالتالي هنا بقول له إنه الإندكس بتساوي بفتح ليست وبقول إنه الصف الأول لمين؟ لأحمد، والصف الثاني لمين؟ لعلي، والصف الثالث لمين؟ لحسن. لاحظ انه هنا لما ما اديتوش اندكس هو لحاله راح عمل لي اندكس وحط لي هنا 0 و1 و2 وببدا الاندكس عندك بشكل اوتوماتيك. لكن هنا لما انت اديته الاندكس فبالتالي هنا لاحظ التغيير انت عندك. فبالتالي هنا الصف هذا سماه كله بالكامل احمد، الصف هذا كله سماه علي، وهذا الصف حسن. وكانه انت بتسمي كل سجل انه احمد قديش تفاحه عنده؟ 1 وتسع برتقالات، وعلي عنده 2 و3، حسن عنده 4 و7، بهذا الشكل. تمام. فبالتالي فعلا هيك انت عندك الديتا فريم، انت في عندك انديسيز بالنسبه لاسماء الاعمده واسماء الصفوف. ممكن انت تكون البيانات انت عندك بهذا الشكل، خليني اسمي انه مثلا data list بتساوي، شوف كيف بدي اعملها، هذه عباره عن ليست. شوف كيف لما اعمل انتر هذه عباره عن ليست فاضيه. لاحظ لما اعمل انتر عشان بدي احط فيها كذا ليست، فهي حاط فيها مثلا 1 3 4، وهنا كوما، هذه ليست اوف ليست، 5 8 6 او 6 8 6، اوكي مش خلاف. تمام. فالان انا ايش بدي اسوي؟ بدي اروح اعرف انا عندي الداتا فريم بهذا الشكل، هاي دي اف 2 بتساوي بي دي دوت داتا فريم، وبدي اعطي له الداتا ليست بهذا الشكل، وهنا بدي اعرضها دي اف 2. فلاحظ زي ما عمل لي في الصفوف راح يعمل لي في الاعمده، ما دام انا ما اعطيته اسماء اعمده، اعطيته البيانات عباره عن ليست اوف ليست، ايش راح سوى؟ راح لحاله انشأ لي أعمدة مرقمة من الصفر، عمود 0 عمود 1 عمود 2 عمود 3 بهذا الشكل. فعلى هذا الأساس أنت هنا ممكن تعطي له نمباي أري وأنت تقول له تعطي له أسماء الصفوف وأسماء الأعمدة. فبالتالي هذا أنا راح أعيد تعريفه بهذا الشكل هنا، وأكتب إنه هنا
انه الاندكس كم صف انا عندي؟ كم صف يا شباب؟ اثنين. فبالتالي هنا في الاندكس بدي اعطي له احمد وعلي على سبيل المثال. والأعمدة كم عمود عندي؟ ثلاث أعمدة. فبالتالي هنا بدي أديله ثلاث أعمدة في البراميتر هذا اللي هو الكولومز. فبدي أقول له إن العمود الأول اللي هي عبارة عن أبل، العمود الثاني هو عبارة عن أورانج، والعمود الثالث عبارة عن بنانا. كيف؟ ليش العكس؟ هيا هنا طلع، هنا شايف هنا ثلاث أعمدة، تمام؟ لاحظ انه هو اخذ هي 1 و6، 3 و8، 4 و6 بهذا الشكل، تمام؟ فهي شوف لي كيف شكل الداتا فريم بهذا الشكل. فانت هيو اديته الاندكس واديته الكولومز بهذا الشكل. فانت الان بعد ما صار انت في عندك هنا انديسيز للاعمده وللصفوف، ممكن تصل لاي صف وتصل لاي عمود. بدي بس عمود الابل، فبالتالي ايش بعمل؟ زي الديكشنري بالضبط، بقول له هنا انه اعرض لي بس عمود الابل. فجاب لي انه هاي احمد وعلي 1 و6، بس جاب لي العمود هذا 1 و6. بدك تعرض صف معين، ايش بسوي؟ بروح بستخدم df2.block وبعطي له اسم الصف. مين بدكم تعرضوا؟ بيانات احمد ولا علي؟ هاي علي. فراح جاب لك علي عنده 6 تفاحات و8 برتقالات و6 موزات، تمام؟ فبالتالي انت عم تعمل سلايسنج بهذا الشكل، اوكي؟ الميزة في الموضوع هنا انه فعليا انه انت ممكن تقرأ بيانات من اي فورمات. فانت ممكن تقرأ من CSV، ممكن تقرأ من اكسل، ممكن تقرأ من باركت فايل فورمات. الباركت فايل فورمات انه اشي مشابه للجيسون، عارفين الجيسون صح؟ تمام؟ ولكن انه هو مستخدم بشكل كتير في الكلاود. الباركت ممكن تقرأ HTML، ممكن تقرأ HD5، ممكن تقرأ من SQL مباشرة، تعمل كونكشن ل SQL، تدي له اليوزر نيم والباسورد ويتحمل البيانات عندك دغري في الداتا فريم. ممكن تقرأ من جيسون، تمام؟ فعندك هذه الفانكشن اللي هي ريد وستار، انه هدول كلهم الفايل فورمات. وبرضه نفس الشيء انت عندك الرايت، ممكن انه انت تعمله بهذا الشكل. خلينا نقرأ بيانات، تمام؟ انه هنا ريد داتا فروم فايل. فهنا بروح بعمل df بتساوي bd.read.csv. زي ما انت شايف هاي الداله تبعت الريد، ايش فيها؟ CSV، اكسل، HTML، جيسون، باركت، تمام؟ احنا بدنا نختار CSV. راح تلاقي انت عندك في النوت بوك هنا مجموعه ملفات. ممكن نقرا على سبيل المثال الملف تبع الكوفي، فبدي اخذ الباث تبعه زي هيك، copy relative path، بحطه هنا. هنا بقول له انه انا بدي اطلع فوق، وهي الكوفي بهذا الشكل، وهي الدي اف. تمام؟ فلقيت الملف هذا انا عملت عليه حسابات معينه، بدي ارجع اكتبه تاني برضه نفس الفكره. بروح بختار هنا df.2، وهنا بختار الفورمات اللي بدي اياه. بدي احوله لاكسل، هاي بختار اكسل بهذا الشكل، وبختار الفورمات تبعه، تمام؟ بختار الاسم تبعه اللي هو على سبيل المثال xlsx مثلا او xls، وهنا انه الاندكس تساوي، خليه مع الاندكس،
تمام. فهي حلاقي انه الملف قرأ لي اياه او كتب لي اياه هنا في هذا الملف. لو عملت ريفيل هنا مكتب ايش؟ open by صحيح عرفتها. هذه افضل لانه هي بتتعامل مع كل الفورمات، بتقدر تعمل عليها صحيح، بتقدر تعمل عليها العمليات اللي انت بدك اياها. تمام. كيف يعني ممكن تعمل عليها العمليات اللي انت بدك اياها؟ هيو هنا على سبيل المثال عندك هذه عبارة عن أسعار القهوة، تمام؟ في عندك هاي التاريخ، عندك الأوبن، وعندك الهاي، وعندك اللو، وعندك الكلوز، تمام؟ أنا إيش بدي أسوي؟ بدي أجيب فرق يعني الفرق بين الهاي واللو، بدي أجيب الفرق بين الهاي واللو. كيف بسوي هاي؟ بروح بعمل عمود جديد هنا، تمام؟ خليني أحطه هنا قبل الشيء اسمه. فبقول إنه دي اف، بدي اعمل عمود جديد اسمه ديف. هو عبارة عن ايش بيساوي؟ بقول له العمود هذا اللي هو دي اف هاي ناقص دي اف لو، تمام؟ على طول عمل لي الحسبة هذه بتكة واحدة، شوف لي الداتا فريم كيف صار الآن حاليا. هيو ضايف عمود جديد اسمه ديف ديفرنس اللي هو عبارة عن حاصل الفرق بين الهاي واللو. وهذا الكلام أنا ممكن، هذا الكلام هيو الملف هذا عبارة عن سي اس في، هيني رحت حفظته بملف اكسل مرة ثانية. هي بدي أكتبه على ملف اكسل، تعال شوف الملف هذا، راح تلاقي فيه العمود الجديد هيو مضاف عندك. فأنت ممكن تعمل فيه العمليات اللي أنت بدك إياها، وممكن إنه أنت تعمل الإحصائيات اللي أنت بدك إياها في هذا الملف. وهذا بتقدر إنه أنت تفتح أكثر من شيت. هنا pandas read XL Excel multiple sheets، أو خلينا نشوف الدوكيومنتيشن. تمام الدوكيومنتيشن هاي تدي له اسم الملف وبتقول له شيت نيم، باي ديفولت هو زيرو، بقرأ لك الشيت زيرو، تمام؟ فأنت ممكن تعمل له بتجيب عدد الشيتس اللي موجودة وتقرأ عدد يعني تقرأ كل الشيت اللي بدك إياه. لا، حيكون كل شيت داتا فريم مختلف، حيكون كل شيت داتا فريم مختلف، داتا سيت مختلف. يعني انت عندك هاي ملف الاكسل، خلاص هذا الداتا فريم، هذا الشيت بيخزنه في داتا فريم لحال، بده يكون في عندك شيت تاني بيخزنه في داتا فريم لحال. فانت عندك لما انت تقرا تعطي له اسم الشيت اللي انت بدك اياه وبيخزنه في داتا فريم معينه، بدك الشيت الاول، الشيت الثاني، الشيت الثالث، زي ما انت بدك. بس انا اللي انا بقوله اذا انت في عندك داتا مالتيبل شيتس، ممكن انت تعمل فور لوب وتقرا الشيتس كلها وتخزن كل شيت في داتا فريم لحال، فبالتالي انه هو بتكون عباره عن تيبلز منفصله، مش انه بحطها تحت بعض. الا اذا انت معتبر انه الاستراكشر تبعت التيبلز كلها وحدة، فبالتالي في هذه الحاله ممكن تعمل كونكات، بتحطهم تحت بعض. بالضبط، نعم. كونكاتينيشن صحيح. انت عندك هنا احفظ هذه، اكتب لي دائما في محرك البحث اكتب بانداز شيت 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 تبع الغش تبع الباندا. هو عبارة عن ملف بي دي اف، وارجي لك يعني الاشياء هذه انت مع التعامل والتمرس مع الباندز انت بتحفظها، لكن انت يعني انا مش حافظ كل حاجة،
فبدي انا مش بدي اتذكر حاجه بشكل سريع، برجع للشيت. في الشيت هنا بقول لك انه انت على سبيل المثال انه هاي عباره عن، هيو شايف انه هذه لون واحد، معنى ذلك انه الاندكس واحد، هذه فيها عمود واحد وهذه فيها عمودين، فبالتالي انت ايش بدك تسوي؟ بدك تعمل كونكاتينيشن مع بعض، فبالتالي هنا بصير في عندك تيبل انه 3 اعمده. هنا انت بتحط الباراميتر انه الاكسس بيساوي واحد. شوف لي هنا انه انت عندك هنا هذا العمود تبع الاندكس وهذا العمود برضه تبع الاندكس، وهنا في عندك عمودين وهنا في عندك عمودين، هنا بتحطهم تحت بعض، بتحط كونكات باي ديفولت بيكون الاكسس بيساوي زيرو، فبالتالي بحط لك اياهم تحت بعض. تمام؟ بتحط له الديتا فريمز اللي انت بدك اياهم، تفتح لستة زي هيك وتحط دي اف واحد ودي اف اثنين. تمام؟ طيب، هاجيت ملف الكوفي هذا اللي موجود عندك، ممكن انه انت ايش تشوف انه انت تبدأ تستعرض فيه. فهي دي اف دوت هيد، الهيد ايش بيجيب لك يا شباب؟ اول 5 سجلات. تمام، هاي 0 1 2 3 4. ممكن تعطي له باراميتر، بدي اول 10 سجلات، فبالتالي هنا بتدي له باراميتر 10، فبالتالي بيجيب لك من 0 ل 9. تمام، بعدين نفس الشيء بالنسبة للتيل، فهي دي اف دوت تيل بيجيب لك آخر 5 سجلات، وممكن إنه أنت تجيب آخر 10 أو اللي بدك إياه. كيف؟ آه لا 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 صحيح، بس بتضلها انه انت محدود بالميموري تبعتك، فبالتالي انه بصير الجهاز تقيل شوية لما انت شو اسمه. ففي انت عندك مكتبة تتعامل مع داتا فريمز كبيرة، ولما تكون عندك حجم الداتا يعني شو اسمه كبير، كتير كبير. تمام، طيب غير هيك ممكن ان انت تشوف الانفو. ايش الانفو بتجيب لك؟ بتجيب لك معلومات عن الداتا فريم تبعك، انه انت عندك ان توتال 8 كولوم. تمام، قديش ماخذ من الذاكرة تبعتك؟ ماخذ حوالي 400 او 360 كيلو بايت. تمام، وبيجيب لك اسماء الكولوم، وبورجي لك انه التايب والديتا تايب تبع كل واحدة. تمام، هل في عندي قيم مفقودة هنا؟ الكاونت للنوت نال، هنا النوت نال كاونت، النوت نال كاونت، فبالتالي انه ما فيش ولا سجل انه في ميسنج فاليو. كيف بدك تعرف الدايمنشن؟ الدايمنشن من خلال الشيب، زي ما احنا شفنا في نمباي برضو موجودة عندك هنا الشيب، فبالتالي هنا عدد السجلات وعدد الأعمدة، طلع 8 أعمدة وعدد السجلات أنا عندي 546. طيب، حاجات هذا فيها دوبليكيتس، ما اعتقدش انه هذه البيانات فيها دوبليكيتس. كيف بدك تشوف الدوبليكيت؟ دي اف دوت دوبليكيتس. هنا
هنا جاب لك انه فولس 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 فولس. فممكن انه انت تجيب السم تبعه، فبالتالي هنا في انا عندي زيرو دوبليكيتس، ما فيش دوبليكيتس انا عندي. اذا بدك تعمل دروب للدوبليكيتس بيعمل دروب للدوبليكيتس، ولاحظ انه هنا في عندك حيعمل كيب يا اما للفيرست او اللاست او فولس، فهيعمل دروب لكل الدوبليكيتس. انت هو باي ديفولت هيو حاطط لك باي ديفولت انه حيخلي لك اول سجل، السجل الثاني اللي مكرر هو اللي حيعمل له دروب. قصدك انه انت يعني تقرا ملفات ال يعني بدك تقرا كيف يعني بضيف عليه الداتا فريم؟ ما هو لا، اذا انت ضفت عمود خلص انضاف في الداتا فريم نفسه. لا هنا هي هنا انضاف مباشرة. يعني هنا انا حكيت لك هاي البيانات، هاي البيانات ديت اوبن هاي لو كلوز فوليوم كرنسي، اللي هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن أسعار القهوة. هيو حاطط لك التاريخ وأسعار القهوة، سعر الافتتاح، أعلى سعر، أقل سعر، وسعر الإغلاق، تمام؟ وهي الفوليوم. أنا إيش رحت ضفت؟ ضفت عمود اسمه ديف. فالديف هيو دي اف دوت ديف بتساوي الهاي ناقص اللو، وهي نضاف مباشرة. طيب هذه انت بدك الديفرنس انه انا احط وامتك احط لك اياه بعد الديت قبل الديت. هاي انت عندك الأعمدة صح؟ هاجد انت الترتيب اللي انت بدك اياه، بدك الديفرنس وين نحطه؟ هنا صح؟ هاي دي اف رايت لس يزوي بس. هو المطلوب كيف يعني على الزيرو؟ صحيح. ماشي، من خلال الاندكس، ما انت حتدي له اسم الكولوم، هو في باي ديفولت حيضيفه في الاخر. يعني حتى لو استخدمت الاي لوك انت بتدي له السجل والعمود اللي انت بدك تضيفه، لو كان عمود جديد حيضيفه في الاخر مش حيضيفه في الاول. بعرفش اذا في طريقه انه ممكن انه انت من خلالها انه انت تضيفه من الاول في الاساس، بس هذه اعمده انه انت بتلعب في الترتيب تبعها زي ما بدك. يعني العب في الترتيب كيف؟ طيب يعني بعمل كونكات.
ماشي. بس انت بتعمل تو داتا فريمز، يعني انت اللي انت بدك تسويه انه انت وكأنه انت ايش بدك تسوي؟ بدك تعمل داتا فريم جديد. هاي اورجي لك اياه كيف شكله زي هيك، تمام؟ فهنا بدي اقول انه بي دي دوت داتا فريم دي اف 3، خليني اسويه بتساوي بي دي داتا فريم، وخليني احطه فاضي زي هيك، وبعدين الدي اف 3 بتساوي الهاي واللو، هاي دي اف 3. فانت بتعمل هيو اخذ نفس الانديسيز تبعته، تمام؟ فهي انت عملت عمود، يعني داتا فريم بعمود جديد، فبالتالي انت بتعمل كونكات والاكسس بيساوي واحد، فهو بياخده زي هيك. طب ليش ما تعمل نفس الطريقه اللي انا عملت لك اياها هنا؟ بس مجرد انه انت الديف بدل ما كان في الاخر بس حطيته هنا في الاول كترتيب اعمده، يعني بدون ما تغلب حالك وتعمل تو داتا فريمز وتعمل كونكات. اوكي، بس برضو هذا ممكن انت تلعب في الاوردر، يعني انت ممكن تعرف هنا فاريبل انه اسمه كولوم، تمام؟ يعني انت يعني هذا الكولوم، تمام؟ هي بعمل لك الكولوم بتساوي df دوت كولومز. شوف لي الكولوم هذا كيف شكله. تمام، انا بدي مش كل الكولومز، بدي اياهم من الاول لغاية الماينس 2. تمام، بدون ديفرنس، صح؟ بعدين بروح بسوي انه الكولوم بتساوي الكولوم بتساوي الديف زائد الكولوم اللي هي العمود تبعك اللي انت اصلا موجود فيه في نفس الايتريشن. شوف لي الكولوم هذا كيف كيف صحيح كونكاتينيت للست. بس هنا كيف؟ هيا 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 هيك تقدر تعملها في اللوب بدون الاوفر هيد تبع الكونكات، بدون ما يكون عندك تو داتا فريم، بس مجرد انت لعبت في الاوردر تبع الكولومز بس. فانت هنا جبت الكولومز انه من الاول لغايه ما قبل الاخير، بعدين انت عملت انسيرت بس في لستة أسماء الكولومز، بس عملت انسيرت للعمود اللي أنت بدك إياه، وهي الكولومز بهذا الشكل، تمام؟ فبالتالي لما تقول إنه دي اف بالكولوم خلاص بنحط أنت عندك الأول زي هيك، تمام؟ طيب نيجي للإحصاء. للإحصاء أنا عندي في كيف ممكن أنا أجيب القيم الإحصائية باستخدام describe. ايش بيجيب لك؟ بيجيب لك كل عمود، كل عمود النيوميريك ايش بيجيب لك؟ بيجيب لك الكاونت والمين والستاندرد ديفيشن
والمينيموم والربع الربيع الأول والربيع الثاني والربيع الثالث والماكسيموم. تمام؟ فبالتالي أنت عندك الكاونت اللي هو عبارة عن عدد السجلات 5746، المتوسط لسعر الفتح 127، الانحراف المعياري 50، معنى ذلك أنك بتقول أنه أنت يعني القيم تتراوح بين 127 زائد ماينس 50. أقل قيمة 41، الربع الأول 25% من البيانات أنه قيمة الافتتاح فيها أقل من 98، 50% أقل من 120، و75% أقل من 144. تمام؟ أعلى قيمة أنت عندك 350. تمام؟ حاجات هذه إيش بتفيدك؟ كإحصاء. ركز على السؤال معايا كثير كويس. أنا جيت قلت لك إنه أعلى سعر افتتاحي للقهوة في أي يوم 305. تمام؟ أعلى سعر افتتاحي هي الماكس، إنه هذا بيعني إنه أعلى سعر افتتاح لسعر القهوة في التداول 305. ولما تلاقي أنت عندك الربع الثالث 75% من البيانات انه سعر الافتتاح فيها 144، معنى ذلك انه انت بتقدر تقول انه يعني في الغالب انه سعر الافتتاح مش دائما عالي، يعني دائما بيكون اقل من النص، اقل من ال 350. وتحط صحيح، يعني بالضبط، يعني انت عندك يعني نادرا جدا انه لما يكون في عندك ايام انه يكون سعر الافتتاح تبع التداول في سعر القهوة انه يكون شابط عالي. تمام؟ المتوسط انت بيقول انت عندك 127 وعندك 75% من البيانات انه اقل من 144، معنى ذلك انه بس ربع البيانات ممكن تكون اكبر من 144 واللي منها ال 305، معنى ذلك انه انت عندك ربع التداول تم افتتاحه بارقام عاليه اللي هي فوق ال 144، هيك بدك تفسرها من ناحيه احصائيه. تمام؟ ال 50% والايش؟ ال 50% معناها ذلك انه انت عندك 50% من البيانات قيمة السعر الافتتاح عندك اقل من 120، اقل من 120 مش متوسط، هذا المتوسط 127. تمام؟ هجيت الربع الاول ال 25% من البيانات انت عندك البيانات فيها أو يعني سعر الافتتاح أقل من 98. لأنه هي مش متوسط. مش متوسط. ممكن يكون فوق ال 127، نعم. حسب توزيعة البيانات. كيف؟ ليه؟ إذا كان أنت بتحسبش متوسط من هذه متوسط من هذه، أنت بتحسب يعني إذا حسب التباين تبع البيانات. لا انا اللي انا بقوله اللي انا بقوله انه 50% من البيانات اقل من 120. صحيح صحيح، انا ما قلتش انه غير هيك.
انه اعلى من المتوسط. لا ممكن ليه؟ خمسين في المية بيانات أقل من الناس اللي بتعرف كده، تخيل أصلا أقل أقلها من النص مشروعهم. شايف لا مش ما هو انت عندك يعني 50% من البيانات ان المتوسط تبعها او يعني انه القيم تبعها اقل من 120، مش بالضروره تكون 120، رقم اقل من بالضبط. صحيح. ماشي، ما انت بتقسم على شو اسمه على المطاعم. صحيح. طيب هذا كلام مظبوط. لانه انت قصدك انه هديك انه هي يفترض انه اللي فوق ال 50% انه المفروض ان يكون المتوسط انه اعلى من 127، وهذه لازم يكون انه اقل من 127. لانه لو الاثنين كانوا اعلى من 127 معنى ذلك انه شو اسمه يعني مستحيل انه المتوسط، لو انت بدك تاخذ متوسط المتوسطات انه هدول الاثنين بدك تجمعهم على عددهم مش حيطلع 127. مظبوط هذا الكلام. صحيح. طيب المتوسط انت عندك هنا في سعر الافتتاح في الديفرنس انت عندك 3، الستاندرد ديفيشن 2، تمام، المينيموم 0، معنى ذلك انه سعر الافتتاح نفس سعر الاغلاق. عفوا، الفرق بين يعني اعلى سعر واقل سعر انه هو 0، تمام. 25% 1 من 4، 50% 2.5، 75% 4.6، والماكس 23. تبعت بالزيادة أو تبعت بالزيادة ولا بالنقصان؟ نعم نعم ليش لو كانت انت الجدول هذا انت ايش بتستنتج منه؟ يعني من يعني هذا هذه القيم انت ايش بتستنتج منه؟ يعني انت عندك المتوسط 127، تمام؟ ستاندرد ديفيشن 50. هاجد انت عندك ربع البيانات القيم تبعتها اقل من 98. ربع البيانات في الاوبننج القيم تبعتها اقل من 98، تمام. 50% من البيانات أقل من 120، 75% من البيانات أقل من 144، والماكس أنت عندك 305. يعني على سبيل المثال أنت لو بدك تعمل حسابك أنه أنت بدك تحضر فلوسك عشان أنه أنت أول ما يصير في عندك افتتاح تشتري، تمام، إيش أغلى سعر؟ عندك 305، بس فعليا 75% من الايام بيكونش السعر 305، بس ربع الايام يعني ال 25 يعني الباقي يعني الباقي اللي هي ال 25% الباقيه هي بيكون فيها السعر انه اعلى من 144، بس في الغالب انت عندك السعر 75% من الايام
السعر فيها ما بيتجاوز ال 144، فبالتالي انه ممكن انا اعمل السقف تبعي زي هيك، انه انا بدي احضر في المحفظه تبعتي انه مبلغ ما بيقل عن 144 دولار، عشان انه انا عارف انه معظم الايام اغلب يعني سعر الافتتاح انه بتكون القيمه اقل من 144. تمام؟ نص الايام بيكون فيها السعر اقل من 120، وعندك ربع الايام بيكون عندك السعر في 98. مثلا لو انت بدك تعمل يعني بدك تتداول في الاسهم، يعني نفترض انه هذه يعني شغله بتنباع وبتنشرها مش زي القهوه مثلا، انه في الاسهم انت في عندك ربع الايام بيكون في عندك السعر في منخفض اقل من 98. تمام؟ بدك تعرف انه ايش هي هذه الايام، معنى ذلك انه انت في عندك ربع الايام ممكن انه انت تشتري فيها الاسهم بسعر منخفض. بدك تبيع، وين بدك تبيع؟ بدك تبيع في الربع هذا، بدك تشوف ايش هي الايام اللي السعر فيها اكبر من يعني 144 فاقل، وانه انت تبيع هناك بهذا الشكل. ف يعني هذه النولج انه انت ممكن تستخدمها يعني في اتخاذ القرارات بهذا الشكل. يعني انا مر علي سابقا انه كان في عندي عمود هنا لحجم الملف سايز تبع الفايل بي دي اف فايل، طبعا مطلوب كان انه احنا نعمل داتا موديل، فبالتالي الداتا بيز انه انت بدك تقيس حجمها، بدك تقدر قديش حجم الداتا بيز اللي انت بدك تحجزه على الكلاود. فاذا كان حجم يعني اكبر حجم ملف كان 27 ميجا بايت، انت بتخيل بي دي اف حجمه 27 ميجا بايت، اضرب في 7000 ملف، حجم داتا بيز كتير كبيره لو انت بدك تحسب بس على الماكس. لكن لو جيت تطلع هنا وقلت والله 25% من الملفات انا عندي الحجم تبعها 1.3 ميجا بايت، معنى ذلك انه انت بتفهم انه انت عندك ملفات قليله انه الحجم تبعها بيكون 10 ميجا و20 ميجا و27 ميجا، فبالتالي انه ها بيعطي لك امكانيه افضل انه انت تقدر حجم البيانات او حجم الداتا بيز اللي انت بدك تحجزها على الكلاود، لانه انت كل ما كبرت معنى ذلك انه انت بدك تدفع اكثر، فبدك تقدر صح. وهنا نفس الفكره انه انت بدك تشوف تقدر صح وتشوف كيف توزيع البيانات انت عندك قديش انه الارقام تبعتها. تمام؟ طبعا هذا الديسكرايب زي ما حكينا بيعطي لك المعلومات هذه. طبعا الديسكرايب هذا انت ممكن تعكسه، فممكن انه انت تعمله ترانسبوز بهذا الشكل دوت تي، فبالتالي يعني بصير الصف عمود والعمود صف. لو انت بدك تطلع انه عندك الاوبن انه هاي الكاونت هاي المين، بدك تطلع عليه كصف زي هيك مش زي هنا انه كعمود انت عندك بهذا الشكل. فشوف الطريقة اللي انت بتريحك في عرض البيانات واستخدم. تمام؟ طيب هذا كل ما يتعلق بالبانداز. يعني البانداز زي ما حكيت لك انه هي مكتبة انه راح تساعدك كتير بشكل كتير كبير عشان تتعامل مع البيانات. خلينا ناخذ بريك ونشوف بعد هيك انه احنا كيف بدنا نكمل المتبقي من المحاضرة.